روض الجنان، روض الجنان، روض الجنان تجملا طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبلا بلسان خير العالمين. روض الجنان تجملا طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبلا بلسان خير العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع الأحبة، مع العشرة المبشرين بالجنة. وفي هذا اللقاء حديثنا إكمال لما تحدثنا به سابقا عن عثمان رضي الله عنه. وهنا أيها الأحبة نقف على أحد الإنجازات العظيمة التي أنجزها عثمان رضي الله عنه في التاريخ الإسلامي، وما زال نفعها جاريا إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. هناك إنجازات خالدة تبقى إلى قيام الساعة ونهاية الدنيا، منها هذا الإنجاز، ألا وهو جمع القرآن على حرف واحد. وهنا تذكير بالجمع الأول الذي كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث جمع القرآن على في مصحف واحد، والآن القرآن يجمع على حرف واحد. فكما هو معلوم أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، وهي لغات العرب سبعة، وذلك تيسيرا وتسهيلا على المتلقين. فتعدد الأحرف يساعد على حفظ القرآن وتلقيه وفهمه. والآن تداخل الناس مع بعضهم، والقبائل اجتمعت في الفتوح وسكنوا الأمصار، وحصلت الاندماج والمدن الكبيرة التي تجمع الناس، فأصبحوا يفهمون لغة بعضهم فهما كاملا. هناك اختلاف في نطق بعض الأحرف بين ألسنة أو ألسنة الناس ولغات العرب، اللسان واحد ولكن لغات مختلفة. ورأى عثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس، هذا يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا، فيحصل التنازع، لا أنت تقرأ خطأ وأنت تحرف. فقرر أن يجمعهم على حرف واحد، واختار الحرف المشهور وهو حرف قريش، فأمر أن يدون المصحف على حرف قريش ويلغى ما باقيه يحرق. فجمع المصحف على حرف قريش، وكتبت منه نسخ أرسلت إلى الأقاليم الرئيسية في العالم الإسلامي، وكان هذا فيه خير عظيم للمسلمين حيث اجتمعوا على حرف واحد، وذلك يسمى المصحف العثماني لهذا السبب. فهذا أحد الإنجازات العظيمة لهذا الرجل العظيم. الفتوحات في عهد عثمان رضي الله عنه توسعت، وخاصة في أفريقيا، ودخلت بلاد كثيرة في الإسلام، وانتقل أهلها من الظلمات إلى النور. والفتوحات في الإسلام هي فتح باب حرية الاعتقاد، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لأن الدين الإسلامي يقوم على العقيدة، والعقيدة أساسها الإيمان وهو التصديق الجازم. فالإنسان المكره ما عنده تصديق جازم، فلا يصح إيمانه، فالإكراه يتنافى مع الإسلام أصلاً ومع الإيمان. فالفتوحات من أجل إتاحة حرية العقيدة كاملة، لا يجبر أحد. فالفتوحات توسعت في عهد عثمان رضي الله عنه، وتقوت البحرية الإسلامية، فعني بها عناية فائقة. وعثمان رضي الله عنه كما نعلم أنه تولى الخلافة بمشورة أهل الحل والعقد، فإن عمر رضي الله عنه لم يسمي رجلا واحدا، وإنما ترك الخلافة من بعده للستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. منهم من مات وبقي هؤلاء الستة، وجعل الأمر شورى بين المسلمين في أن يختاروا واحدا من هؤلاء.
وقامت الشورى والسؤال والاختيار فاختير عثمان رضي الله عنه. ولكن هنا أيها الأحبة الكرام حدث حدث جلل لأمير المؤمنين، وكانت نهاية خلافته بطريقة حزينة، فقد قتل رضي الله عنه. نعم، قتل شهيدا، وهو الشهيد الثاني الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان، فنال أجر الشهادة على هذا المصاب العظيم، فهو الشهيد المظلوم، قتل مظلوما، مع أنه سبحان الله كان رجلا حييا ولطيفا ومتواضعا ورحيما بالناس ولين الجانب، كان لين الجانب وكان رحيما برعيته ويستمع إليهم ويتفقد أحوالهم. ولكن الفتن عندما تهيج فإنها تكون عمياء، الفتن تكون عمياء. خرج الثوار بعد الحج واستغلوا انشغال الناس بالحج وعدم تصور أحد أن أحد يعتدي على الخليفة فيقتله من المسلمين، هذا كان أمر بعيد عن التصور. فدخلوا المدينة وأحاطوا ببيته، ودافع عنه بعض الصحابة، ولكن عثمان رضي الله عنه لم يرد أن يثير فتنة فمنعهم أن يقاتلوا وقال: ارجعوا إلى بيوتكم. وأيضا أبى أن يتنازل عن الخلافة، قال: لا أخلع ثوبا ألبسنيه الله سبحانه وتعالى. وكان هذا موقفا حكيما منه، فإنه أبى أن يحقق لأهل الفتنة مقصدهم، فأبى أن يتنازل عن الخلافة لأنهم لم يكونوا على حق. فخلافته، توليه الخلافة كان على حق وبالشورى وبرضا المسلمين أهل الحل والعقد فيهم، وهؤلاء أهل فتنة ليس لهم سبب شرعي. فأبى أن يتنازل عن الخلافة وأبى أن يقاتل، أبى أن يقاتل حتى لا تسفك الدماء لأجله. فتسوروا عليه بيته وقتلوه وهو ماسك فاتح المصحف يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان عثمان مكثر في القراءة، كان يحيي الليل، يقرأ القرآن كاملا في ليلة واحدة، كان قواما لليل، يختم القرآن في ليلة واحدة، محبا للقرآن، كثير التلاوة له. فقتلوه رضي الله عنه وهو يقرأ في المصحف، فتلطخت أوراق المصحف بدمه، فهو الشهيد المظلوم، وهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقرب إليه، والذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبشره بالجنة، وكان قريبا منه على الدوام ومصاحبا وملازما له، فختم الله تعالى له بالشهادة. نعم، مصيبة، القتل ظلما مصيبة، ولكنه يكون خيرا باعتبار العاقبة وباعتبار الأجر والصبر. نسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين من غوائل الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بعباده الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روض الجنان، روض الجنان، روض الجنان تجمل، طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبل بلسان خير العالمين. روض الجنان تجمل، طوبى لكل الفائزين. أزكى البشائر أقبل بلسان خير العالمين. للعشرة الأغلى وسام، يكسو صحابته الكرام، بين الخلائق في سلام، ولتدخلوها آمنين. للعشرة الأغلى وسام، يكسو صحابته الكرام، بين الخلائق في سلام، ولتدخلوها آمنين.